خرجت في أحد برامج المقالب الشهيرة، هل كان عندك علم بالمقلب؟ يعني كان تمثيل بالضبط. دي ناس كتير قوي توصلت يعني حبتها، وكانت سبب في شهرتنا بشكل كبير. طيب هو من جد إنك ما تخاف وعندك تبلد وبرود من كل شيء؟ بخاف ان انا ببقى كده. طيب عادي إن الناس تحسب إن فيك اكتئاب؟ عادي يعني الوضع عادي جدا، عادي جدا يعني. متقبلها خلاص. الله يعطيك العافية أمير، ما قصرت، وشكرا لوجودك في هذا البرنامج.